350 وده زيه برضو. دي ب 100 جنيه. من الالوان بتاعتها ايه؟ ده كله ده ب 100. الفوط النهارده بدل 35 الواحدة عاملة 25 جنيه والخمسة ب 100. دي الفوط؟ اه. فوط مطبخ؟ 25؟ خمسة ب 100. دي عاملة 450 جنيه. عاملة كام التيشيرتات دي؟ 250. 250 أي تيشيرت منها؟ من الأربعة دول زي ده كده. زي ده. وهنا ده الاكسسوارز. ده عامل كام ده؟ ده عامل 270. 270. ده عامل كام اول واحد ده؟ 550. طيب والعباية دي؟ وده؟ ده في نوع بكام البنطلونات الجينز؟ 450. في اللي هو البوي فريند وفي اللي هو الشلستون. طيب وده؟ 350. بصوا يا جماعة، هو البازار يعتبر واخد حديقة الميريلاند كلها وما شاء الله، يعني لو قعدت اصور من هنا لبكرة مش هخلص السكاشن اللي هما بيبيعوا فيها. كل ما تتخيليه هنا موجود. عامل كام اول واحد ده لو سمح؟ 450. خليها تيجي تقيس. بصوا انا باخد لكم من كل سكشن قطعة. ده عامل كام ده؟ الكاردينج ده 350 وده عامل 500. ده عامل كام الطقم ده لو سمح؟ ال 540. عندي ابيض، عندي جراي، عندي احمر. هنا عامل الطقم الفوط 550، اربع قطع. بديل السجاد ده عامل كام لو سمح؟ ده عامل 600. الكاردنج ده عامل كام لو سمح؟ 450. في البنطلونات دي اللي هي رجل ورجل، ده ترنج على بعضه عامل 600. الشنط دي عامله كام؟ 275. والسودة دي 325. بصوا يا جماعة، الحديقة على اليمين وعلى الشمال. انا كده يعتبر صورت لكم الجزء اليمين وهرجع اصور لكم الجزء الشمال، كأنكم متواجدين في المكان بالظبط. هنا برضو جميع انواع البرفانات الاوريجينال والهاي كوبي بتاعها موجود. ده برضو هو معظم اللي هنا على فكرة اللي هو طالع الكارديجان. ده ب 500. البنطلونات دي عامله كام لو سمح؟ لو سمحت هو ده عامل 400.
مش عارفه ايه استني حاجه واحده لا عامل كام ده لو سمحت طب ادهولها 450 المقاس الاكبر شويه حبيبتي هنا اي حاجه عامله 200 لا ده ما بيتقاس الليجن ما بيتقاس ده الليجن عامل 200 كل المشكله عامل لها كام دي لو سمحت 600 دي عامله 600 دي اللي هي الحاجات الخياميه والحاجات اللي هي ايه طب فكري قولي حاضر حاضر والله الست أرخم كتير لا طيب بس بسأل بس مش هنشوف بص كله بخدمتك وريني اللي فيه لكن فيها دول مختارينهم عامل 400 ده منه لون البرتقال ده برضه عامل 400 بالظبط انا كنت عايزه ده هنا 400 مين عايز مرايه عامل كام ده 550 دي عاملة كام الشنطة دي لو سمحت دي 400 دي عاملة كام دي 400 والسودة دي 350 هنا دول عاملين 350 من اللون ده ده عامل كام ده لو سمحت الله يخليك 500 طب وده 600 هات اتفضل يا حبيبي استني اجيب لك شنطه ده عامل كام ده بعد اذنك 350 عامل كام الترنج ده لو سمحت 250 الشورت بتاعه التيشيرت اي حاجه هنا عامل 250 اغلبه 250 لا ده 200 ده 200 والدريسات الصغننه دي لا انا قولي بقى تاني كده انت براند ايه تمام خلاص اطفال اطفال من 14 سنه من 3 شهور ل 14 سنه تمام بيبدا من كام ده احنا اقل حاجه عندنا بتبدا من 230 من 230 بيبدا تمام اكتر حاجه اغلى حاجه 370 اكتر حاجه 370 هي عندها تشكيله ما شاء الله تيشرتات من اول السن ده لحد السن اللي هو الكبير ده حاجات البنات الكبيره هي الحاجات البنات الكبيره هي طبعا عندنا حاجات بيتي بقى من مصانع سورية ومصرية حلوة قوي برضه اسعارها بتبقى نازلة سعر الجملة تمام وهي عندها تشكيلة ما شاء الله والقماشة بتاعت الحاجة جميلة كمان حاجات بقى نازلة على واسع اجيب لها لا مش ده دراس بالنسبة لكم صح؟ انا ما بعرفش حاجة من حاجاتكم التلات فوط دول ب 220
ده عامل كام البنطلون ده لو سمحت؟ ده ب200. بصوا يا جماعة، هو اهو البازار من اليمين والشمال. عاملة كام الشنط دي لو سمحت؟ 300. هنا برضو ده عامل 550. الاسود بتاعه وفي هنا سواري ده ده برضو حلو قوي، ده عامل 550. بصوا يا جماعة، هو هنا جميع الاستندات فيها حاجات تحفة وبأسعار حلوة، بس كل واحد على حسب ما هيعرف يخرج من الاستند ده اللي ينزل. بس هو جميع ما تتخيليه هتلاقيه. دي